عليكم ورحمة الله. أنا راني محمد الدلال عبد الفتاح ولدي على سلامته، وحمد مولانا على سلامته وعلى سلامته وعلى سلامته وعلى سلامته وعلى سلامة المعتقلين كاملين، السياسيين وأصحاب قديميزي كاملين المعتقلين السياسيين. راني محمد لهم على السلامة والعقوبة لهم إن شاء الله في الخير، وطليستهم إن شاء الله بالفرح والسلامة وقلة الندامة، والله ان شاء الله يفرج علينا وعليهم طالبين المولانا وعلى سلامتهم، وتحيي الجبهة الشعبية الصحراوية وعلى سلامتهم.